السلام عليكم ورحمة الله. كفتحال اندازقا كفتشال إيهنن يمنا قرون سازهما اندازقا لمن خير تلك ليالفن ينبر نقر اندالفن من دنو إيهم صحابوش من دم التحقوت هلو دقة نقر لها بطان قوناتشو لازم سيبان نبي صلى الله عليه وسلم من قالواتشو كسراو تشاچوست دنكون مرتون بلاچون على نغراچوم ويالواچ معناتم اني انت كلاچنم كمننسراو تلك درجه درسنا بلن كمننغمتو سراو تلكو يتكون يميلون على نغراچوم وي بلو نبياچن صلى الله عليه وسلم قالواچ انام دغمو ايه سرا الله زند اجك مرت الله زند اجك كف ما يدرك الله زند تلك درجه ما يدرس سرا مهونو نو قالوا النبي صلى الله عليه وسلم عندهم دغمو درجهن بجنات است كف ما درجهن بجنات است كف ما درج لي سرا يميغر زي بلطه يميغرمو دغمو ايه سرا ورقنا بر كملغس يميبلط ورقنا بر كملغس يميبلط بطام قلال سرا عندهم كزي يبلطه دغمو كطلات غير تغنايتاچو ጠላቶቻችሁ አንገታቸውን እናንተ ብትሏቸው ወይ እነሱ አንገታቸውን ቢሏቸው የሚበልጥ ከነሱ ጋር ከመጋደል የሚበልጥ ማለት ነው። ሰዎች ምን አይነት ስራ ቢሆኑ እነዚህን ሁሉ የሚበልጥ ብለው ተደነቁና አው ያላህ መልእክተኛ ወይ ንገሩን አሉ። ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይመስላችኋል? እስቲ ገምቱ እስቲ እስከመናገሪ በፊት እስቲ ገምቱ ሁሉም አንተም አንቺም ሁላችንም እንገምት በሚገርማችሁ በሚደንቃችሁ መልክ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደነ ያሉት ዚክሩላህ اللهم ወደስ ሱብሃንአላህ الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله ولا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ان ليلوچم يا الله ذكروج لذيهم نو الله جل في اولاه بالقران استبيلا الذاكر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما ይሄን ደረጃ ላይ ያላችሁ ታዲያ ከነሱ መሆን ይሄን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የገለጸዋቸው ነገሮች ሁሉ የሚበልጥ ስራ የአላህ ውዳሴ ዚክር ነው ብለዋልና ልሳናችን ወይ ደግሞ መላሳችን በዚክር ይርጠብ استغفر الله